نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية بين النجم الساحلي والوداد البيضاوي لم تشهد مستوى فنيا جيدا إلى حدود الدقيقة 30 من شوطها الأول. الوداد البيضاوي الذي لعب بخطة 4-5-1 نجح في هذه الفترة في الحد من خطورة فريق النجم وصانع ألعابه زبير بيا، معتمدا الضغط على حامل الكرة والهجومات المعاكسة. وكانت المباراة أكثر حرارة على المدارج منها على الميدان إلى حدود الدقيقة 32، حيث تحصل النجم على ضربة جزاء على إثر دفع لمهاجم النجم من قبل المدافع مصطفى طلحة، وقد نجح محمد الميلادي في تسجيل الهدف الأول الذي أضفى حركية على نسق المباراة، حيث بادر الفريقان أكثر إلى الهجوم، لكن مراد الراشحي من جانب الوداد وأيمن بوشهيوة من جانب النجم الساحلي فشل في الوصول إلى الشباك. الشوط الثاني كان مغايرا تماما للشوط الأول، حيث تمكن النجم الساحلي من فرض طريقة ونسق لعبه ونجح في إحراج دفاع الوداد في مناسبات عديدة، لكن مجدي تراوي وصابر طرابلسي وأيمن بوشهيوة فشلوا في استغلال الفرص الواضحة التي كان مصدر جلها قائد الفريق زبير بيا. وفي المقابل نزل فريق الوداد أكثر إلى الهجوم باحثا عن هدف التعادل، وقد كان بإمكانه تحقيق ذلك، لكن قلة النجاعة الهجومية من جهة ومهارة حارس النجم الساحلي من جهة ثانية حرم الوداد البيضاوي من الوصول إلى الشباك. وفي آخر دقيقة من المباراة وإثر هجوم منسق وتبادل سريع للكرة، تمكن النجم الساحلي من إضافة هدف ثان بواسطة أحمد الحامي ليحقق أسبقية مريحة قبل لقاء الإياب. ان شاء الله غادي نديروا المجهود ونبدلوا اكثر باش نفوزوا ان شاء الله ونحققوا نتيجه ايجابيه ونتوعدوا الجمهور ديالنا ان شاء الله. السباقيه كنا نتمنوها، خاصه كنا نتمنوا باش ما نقبلوا حتى هدف، كنا نصالحوا بصفر صفر بركه ما نقبلوش هدف في سوسه، وبعد في النصف الثاني عندنا ما نقولوا فهمت، تبقينا عملنا اثنين مشي نتيجه ايجابيه، وياكد هذا ان شاء الله مقابله الرتور لبسنا المر القمر مقابله الياب اللي باش نلعبوها غادي في الدار البيضاء ان شاء الله تاكد النتيجه ايجابيه.